بايه بفوز الاسماعيلي الهام اليوم على نادي الزمالك بنتيجه 2-1 في بطوله الدوري وانا بقول فوز مهم للاسماعيلي ليه لان الاسماعيلي بينافس على البقاء في بطوله الدوري ومنتهى الامانه ومنتهى الوضوح انا دايما بتمنى ان الانديه العريقه تفضل في الدوري الممتاز عارف ان الظروف صعبه عارف ان الامكانيات مش زي الاول عارف ان الموارد الماليه قليله في حاجات كتيره جدا بتا... الجانب ده او المنافسه بتاعه الانديه الجماهيريه لكن هيبقى صعب قوي على الكره المصريه لو هبط نادي الاسماعيل او لو هبط اي نادي من الانديه الجماهيريه. بالتالي دايما اتمنى ان الدوري المصري يكون مليء بالانديه الجماهيريه. يعني بلديه المحله مثلا قربت تصعد ان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين. نفسي المنصوره ترجع. فرقه المنصوره دي زمان يا نهار ابيض على ماتشات المنصوره مع الاهلي والزمالك جمهور بقى ايه وحلاوه ايه وملعب جميل والدنيا كانت تحفه يعني. فدايما بميل لاستمرار الانديه الجماهيريه في بطوله الدوري عشان كده النهارده نادي الاسماعيلي الفوز ليه على حساب نادي الزمالك هو فوز غايه في الاهميه بيخليه ياخد خطوه نحو البقاء لسه لم يحسم بقائه في بطوله الدوري لكن لازم هيحارب لاعبي نادي الاسماعيلي بمنظومه الاسماعيلي ككل ووراهم جماهير الاسماعيليه علشان يبقوا في بطوله الدوري وده اللي اكيد بنتمناه باذن الله واحد احد اما على صعيد نادي الزمالك فالزمالك لسه مهزوز الزمالك مش بيستفيق الاستفاقه الكامله اه ماتش بيكسب ماتش يعني يكسب بالعافيه الدنيا ماشيه بالزق في نادي الزمالك بالزق والظروف كلكم عارفينها والمشاكل كلكم عارفينها والمتسبب الرئيسي في منظر نادي الزمالك والمستوى ده كلكم عارفينه تمام فبالتالي مفيش جديد في نادي الزمالك جمهور نادي الزمالك في نفس الحاله اللي بيعاني منها نفس المشكلات والازمات اللي بيعاني منها الراجل اسوريو هيخيب حيخي... ظني فيه في الحقيقه يعني كنت دايما بشيد بالراجل وبقول ان مدرب كويس السي بتاعه كويس بداياته مع نادي الزمالك بافكاره وواحد عنده شخصيه عايز يعمل بعض الافكار و... ويطبقها بدري بدري فدي حاجه لفتت نظري فحسيت ان هو مدرب كويس لحد دلوقتي ما نقدرش نحكم عليه بالمره ما نقدرش نحكم عليه بالمره لكن النهارده ما يعني ما عجبنيش خالص ادارته للمباراه آه ما عجبنيش كمان بعض التصريحات اللي قالها بعد الماتش يعني في تصريح استوقفني جدا قال لك ايه؟ قال لك انا لعبت حسام عبد المجيد في نص الملعب عشان قالوا لي ان سيرجي اكي لاعب الاسماعيلي قالوا لي قبل الماتش ان هو اهم لعيب في الاسماعيليه فقلت اوقف له حسام عبد المجيد في, في نص الملعب بس اكتشفت ان الكلام اللي اتقال غلط طب اما انت ما درستش الفرقه بشكل كويس تمام؟ بتحط حسام عبد المجيد بناء على عشان قالوا لي؟ مين هم اللي قالوا لك؟ او ايا كان مين اللي قال لك؟ انت دورك ايه؟ امال انت المفروض وظيفتك انك تذاكر الفرقه اللي هتلاعبها ازاي؟ او تدرسها ازاي؟ او تعمل ايه؟ هل انت شغال بقالوا لي؟ قالوا لي كذا 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 فبناء على اللي هم قالوه لي انا هحط العناصر بتاعتي وأغير في التاكتكس والعب مدافع في وسط الملعب رغم ان هو هو مدافع في الفتره الحاليه مش في افضل فتراته فدي بصراحه حاجه غريبه جدا انا اول مره اسمعها فبالتالي الثقه مش هتتبني بالشكل ده مع جمهور الزمالك الثقه ما بين اسري وجمهور الزمالك عمرها ما هتتبني بالشكل ده اه جمهور الزمالك مدرك جدا ان الموسم انتهى بدون بطولات مدرك جدا ان الظروف صعبه لكن انت مطالب ببناء ها الثقه ما بينك وما بين جماهير نادي الزمالك بالشكل ده لا دي تصريحات تخلي الجمهور يقول ايه لا الراجل ده على قده الراجل ده مش نافع فبتدخل الزمالك في دوامه هو اصلا فيها حاليا بالشكل ده فانا ما عجبنيش خالص اداره اوسيريو للمباراه ولا ايضا توظيفه لبعض اللاعبين ولا اللي بيعمله في الملعب لكن في كل الاحوال ثلاث نقاط مهمه للاسماعيلي وهزيمه جديده لنادي الزمالك في اطار عدد من الهزايم هذا الموسم في بطوله الدوري في مختلف البطولات والزمالك دلوقتي بينافس على التاهل لاي بطوله افريقيه ونفسه طبعا يتاهل لدوري ابطال افريقيا لكن الوضع كده هيكون صعب شويه فهيكون الامل في الكونفدراليه لكن بالشكل ده ممكن الزمالك ما يتاهلش حتى الكونفدراليه عشان يبقى موسم كارثي لنادي الزمالك هيبقى موسم كارثي لنادي الزمالك في الحقيقه لكن عايز اقف عند النهارده الاهداف ياو انور لاعب الاسماعيلي هدف مشكوك في صحته بالمناسبه لان محمد عادل رجع للفار في فاول كان لصالح ابراهيم انداي لاعب نادي الزمالك وبعد كده شاف ان الكره مش فاول فحسب الهدف في اللعبه بتاعه الهدف فده كان تقدم ياو انور لاعب الاسماعيلي بعد كده تعادل نادي الزمالك من اسيست لسامسون اكينولا لابراهيم انداي فبالتالي كان التعادل 1-1، واحد واحد لكن رؤى أحرز هدف في مرماه بشكل عجيب وبشكل غريب. وبصراحة ما كانش موفق خالص، تمام؟ وده وارد بيحصل. بس هنا هنرجع للقطة بتاعت رؤى. لما هاجم أحد جماهير نادي الزمالك. هل يا رؤى أنت لسه عند كلامك؟ هل أنت لسه شايف أن تصرفك كان صح؟ لما هاجمت احد جماهير نادي الزمالك اللي هاجموك او اللي انتقدوك ما هو ادي الاداء وادي المستوى يا جماعه ما هو ادي الشكل اهو في الملعب فهنرجع نقول جمهور الزمالك لو عايز يلوم حد فله كل الحق جمهور الزمالك لو عايز يعاتب اي حد فله كل الحق الزمالك بيمر باسوا مواسمه على مدار التاريخ من اسوا المواسم بالنسبه لنادي الزمالك على مدار التاريخ لكن ده الوضع الحالي نتمني ان شاء الله باذن الله في المستقبل الامور تبقي جيدة بالنسبة لنادي كبير جدا بحجم نادي الزمالك